كرسي الاعتراف، ليه اتخانقت مع رمضان صبحي؟ احنا الماتش ده كان 0-0 وكان ناقص دقيقة، وكنا محتاجين الماتش جامد، فرمضان جاب جون في الآخر، فراح يحتفل عند جماهير نادي الاتحاد. احنا كنا يعني تعبنا قوي في الماتش ده. فرمضان يعني بالنسبة لي من أحسن اللعيبة موجودة في مصر، بحبه جدا. ففي الوقت ده احنا كنا تعبنا، فخلاص مفيش، راح يعني راح يحتفل عند الجماهير ويعمل لهم الحركة اللي هي الحركة كده يعني. فبصراحة دي ضايقتني جامد، فده حصل مشاكل ما بينه وما بيني. ايه حكاية خناقتك مع طارق حامد اللي قلبت جد؟ كنا انا وطارق في الزمالك كنا بنقعد مع بعض على طول، فحصل موقف كده، ف في كنز كان جت عليه يعني، كنز كده خفيف، فجاب الكنزه البيبسي وعاملها في عليا، فروحت جبت بقى شويه كنزات بقى وعليه بقى مقضينا كده. ما قلبتش جد؟ كانت هزار شويه. باسم مرسي، يلا يا ابني اطلع، بلط. باسم ما كانش عايز يطلع عشان ما تنزلش وتجيب جول. هو قال لي كده يعني، هو قال لي في الملعب انت لو نزلت هتجيب، انا مش هطلع. فلا، كانت السنه دي بصراحه كانت سنه كلها خير، وكنا بنحب بعض وكانت كويسه. حتى في الماتش ده انا نزلت وجبت جونين والامور كانت كويسه، فلا كان هزار يعني في الملعب. بعد خروجك من الزمالك باسم مرسي اتغير معاك؟ عادي يعني، كل واحد شق طريقه يعني زي ما بيقولوا، فربنا يصلح حاله ويصلح حالنا. باسم مرسي كان موهبه جامده جدا فتره الزمالك والمنتخب، هل باسم مرسي نجم ضيع نفسه؟ هو مش ضيع نفسه، هو دماغه اللي ضيعته شويه، فكان ممكن قدامه يعمل حاجه كويسه لنفسه وعمل ارقام كويسه في نادي الزمالك، فكان ممكن يحقق ارقام محدش حققها، فممكن دماغه شويه او ممكن حد لعب له في دماغه. فاتمنى ان ربنا يكرمه الفتره الجايه. حسام حسن منعك من انك تحقق حلمك بالاعتزال في الاتحاد السكندري؟ ايه اللي حصل؟ كان نفسي يعني، انا ولحد دلوقتي انا بتمنى يعني، حتى قبل ما اجي، مش عيب يعني، قبل ما اجي قبل ما اروح الداخليه فكان في كلام وكده، فما حصلش نصيب ان انا اروح نادي الاتحاد. فكنت بتمنى امنيه يعني، تمنيتها من حياتي ان انا اختم زي ما بدات اختبارات في نادي الاتحاد، كنت بتمنى ان انا انهي في نادي الاتحاد يعني. انا ما شفتش حاجه وحشه في نادي الاتحاد يعني، غير كل خير. خالد قمر مشجع زملكاوي، شايف ازاي اللي عمله امام عاشور؟ كمشجع زملكاوي مش لعيب، انا كمشجع زملكاوي طبعا يعني زعلان طبعا ان امام مشي من نادي الزمالك بالطريقه دي. فانا مش عارف اقول ايه، بس ما كان لازم يبقى موجود في نادي الزمالك يعني. ما كملتش في الزمالك لان البديل باسم مرسي الاساسي كان افضل منك فنيا؟ هو مش فنيا، لو فنيا ما كنتش لعبت، انا لعبت اكتر من باسم في السنه دي، كنت بلعب على طول يعني. الموضوع مش فنيا، الموضوع ان كان في توفيق مع باسم يعني، كان ربنا موفقه في السنه دي، فانا ما كانش عندي توفيق، فعشان كده طلبت ان انا اطلع العب يعني. ممكن لاعب بينتمي لفريق يفوت له ماتشه؟ يعني مثلا انت بتلعب قدام الزمالك، هل ممكن يعني ما تلعبش بجد علشان خاطر انت بتلعب الفريق اللي انت بتحبه؟ استحاله استحاله، ويعني انا بحط نفسي مكان اي حد. انا كلاعب كوره لو انا جاي لي ان انا كزملكاوي او كاتحاداوي او مثلا، هحسبها اعملها على نفسي. انا وانا في الاتحاد جبت في الزمالك، وانا في الزمالك جبت في الاتحاد، وانا في الانتاج جبت في الاتحاد وجبت في سموحه، يعني كل الفرق اللي انا لعبت فيها. لا ده بالعكس، ده بتديك باور ان انت بتلعب اكتر ايجابيه على الجون، او بتلعب اكتر ايجابيه في الملعب عشان خاطر تثبت ان انت موجود يعني. مشيت من الاتحاد السكندري عشان انت واربعه زمايلك بتعملوا مشاكل؟ انا ما مشيتش من الاتحاد يعني، ما حدش مشاني. انا لحد اخر يوم وانا في نادي الاتحاد، الاستاذ محمد مصلحي يعني ده بالنسبه لي والدي واخويا الكبير، بعيد عن الكوره بقى وبعيد عن اي حاجه.
بحترمه جدا وكان واقف جنبي في حاجات كتير. فانا لحد اخر يوم كان بيكلمني وبيقول لي الكابتن حسام عايزك وكده. فانا كنت واخد قرار ان انا مش هكمل عشان انا حسيت ان الموضوع هيبقى فيه مشاكل، وانا يعني لحد دلوقتي ما اعرفش ايه المشكله اصلا. يعني والله ما اعرف ايه المشكله ان انا يعني قعدت الخمس شهور دول في البيت ليه. فمش عايز اتكلم في الموضوع ده كتير، لا ما فيش حد مشاني من نادي الاتحاد، انا اللي طلبت عشان خاطر بس حاجه معينه يعني. وانت نازل دلوقتي قابلت كابتن حسام حسن، هتقول له ايه؟ هسلم عليها عادي، اخبارك ايه، كل سنه طيب، مفيش اي كلام، كل سنه طيب. ايه حكايه رفضك انك تفطر في رمضان مع فيريرا في ماتشات افريقيا؟ هو في الماتش بتاع افريقيا ده كنا في جنوب افريقيا، كنا بنلعب ماتش، فالفرقه فكان كله هيفطر يعني، كان الماتش بالنهار يعني. فالماتش ده الفرقه كلها فطرت يعني، ممكن انا وايمن حفني بس اللي ما فطرناش، وهو ما عرفش، لو كان عرف كان ممكن ما كناش لعبنا الماتش يعني. خالد قمر ممكن يلعب قسم تاني؟ اتعرض عليا السنه دي انديه كتير يعني، انديه محترمه ومدير فنيين محترمين، كلهم ناس محترمه، بس انا يعني انا قادر الحمد لله ان انا العب في الدوري الممتاز. وان شاء الله السنه دي انا واخدها كده تحدي ما بيني وما بين نفسي، وان شاء الله يعني افضل لحد اطول وقت ان شاء الله. لو انت المدير الفني لمنتخب مصر دلوقتي، هتلاعب مين مهاجم اساسي؟ مهاجم اساسي هلعب صلاح. مهاجم من ابناء جيلك كان بيمتعك جدا بادائه؟ عماد متعب. افضل دويتو معاك؟ صلاح عاشور. مثلك الاعلى؟ عماد متعب. امتى بكيت في الملعب؟ الفترة اللي انا كنت موقوف فيها في نادي الاتحاد، ورجعت اول ماتش العبه وجبت جونين، فالماتش فهو ده اليوم اللي انا دمعت فيه.